السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكنتمنى تكونوا بخير ومرحبا بكم في أول فيديو من البلاي ليست الجديدة اللي غادي نبداو، اللي هي غتكون عبارة عن جافا سكريبت بروجيكتس، اللي غادي نديرو فيها واحد المجموعة ديال التمارين أو نقول واحد المجموعة ديال البروجيات ديالاش ديال جافا سكريبت. مزيان، أول تمرين معانا في هاد البلاي ليست هادي غيكون هو اكتب برنامج يقوم بحساب عدد الحروف وعدد الكلمات التي ادخلها المستخدم في حقل الادخال اللي بيكون عبارة عن تكست اريا، يعني انه بغاك انك انت تبقى متبع اليوزر شحال من حرف دخل وشحال من كلمة دخل، وتقول لي باللي عندك مثلا عندك 25 حرف وعندك 6 الكلمات، يعني هادشي اللي بغاك هو دير. مزيان، يعني انني كنتمنى انكم توقفوا الفيديو تخدموا التمرين ديالكم، وحنا الحمد لله راه غطينا جميع الميثودز وجميع الخصائص اللي كتعطينا الحق اننا نتعامل مع الويب بيج ديالنا. شوف شنو هما الخصائص اللي تقدر دير بهم هذا التمرين هذا، وراه التمرين تيدار بزاف ديال الطرق، يعني انا ما بغيتكش تبقى متبعني ودير الطريقه ديالي، لا بغيتك تكري واحد الطريقه ديالك نتايا اللي كتخدم بها التمارين ديالك. هذيك ساجي تفرج في الفيديو وشوف واش عندك داكشي صحيح، راه المهم هو ضبط المره. شوف الجافا سكريبت او اي لغه برمجه راه باش تتعلمها تتعلمها بالخبيط على الكلافي، من الخبيط ما يكذبش عليك شي واحد، الخبيط ديال الكلافي وانك تجرب بزاف ديال الحوايج، واخا تبقى معاه ساعه شي هاد التمرين اللي بسيط تشوف انت فيه السطر راه تقدر تبقى معاه حتى نص ساعه حتى سميتو حتى 45 دقيقه، ولكن بمجرد غتوصل ليه ما غتعاود تعاود ديرو لا غتجيرو مثلا في 3 دقائق، يقول لك شي واحد جيرو مثلا هذا البروجي تجيرو في 3 دقائق وتحطو ليه ويكون حسن من الاول، وتخدم فيه شي ميثودز وخصائص ما خدمتيهمش في الاول. يعني كنتمنى انكم تخدموا التمرين ديالكم. يعني التمرين قال لك هو كالتالي، يعني درت لكم هنايا ديمو، هو انك تكتب مثلا تخيل معايا اليوزر دخل جوج حروف، ها انتم غادي يقول لي بلي دخلتي مثلا جوج، ها انتم قال لي بلي دخلتي جوج الحروف ودخلتي واحد الكلمه، حنايا باش كنفصلوا بين كلمه وكلمه هي الاسباس، يعني بين الاسباس بين بدا كلمه اخرى، قال لي بلي عندك دابا نتايا شحال عندك خمسه ديال الحروف، باش عرف بلي حتى الاسباس قلنا انه كتحسب من بين الحروف في الجافا سكريبت، يعني اسباس كتحسبها انتم سته، ما بين محسب مي غادي نمسح الاسباس ديالي غادي يقول لي خمسه وعندي جوج كلمات، ها انتم شحال من كلمه عندي دابا؟ عندي ثلاث كلمات، ها انتم غادي نمسح بحال هكا غادي نقول لها عندك ثلاث كلمات وعندك بين سباس، من بعد تجي واحد سبيسيف بغي صحاب واش بدا واحد الكلمه اخرى غادي يقول لك اربعه، ها انتم اربعه الكلمات خمسه الكلمات، يعني باش كيعرف هو بين كلمه وكلمه عن طريق سبيسينغ. وحنا فايت لينا شرحنا باللي عندنا واحد الميثود شرحناها في الجافا سكريبت، هو انه كنشدو السترينغ ديالنا واننا كنحولوه لاراي اعتمادا على واحد السبيرايتور اللي هو واحد الفاصل بين كلمه وكلمه، يعني مثلا تيكون حرف تكون سبيسينغ، يعني انت شوف شنو هي الميثود اللي تعلمنا في الجافا سكريبت اللي خاصه بالسترينغ وكنتعاملوا بها في السترينغ وكنحولوا بها السترينغ لاراي. هاني عاونتكم. مزيان، نمشيو نبداو البروجي ديالنا. البروجي ديالنا عادي عباره عن تكست اريا وعباره عن جوج العناوين كنحطوا فيهم عدد الحروف وعدد الكلمات. مزيان، انا مشيت للجافا، انتما مشيت للاتش تي ام ال ديالي، نشات هنا واحد تكست اريا عاديه، عطيتها واحد مثلا واحد الاي جي، وبمعنى هنا واحد تكست اريا تنشوف محتاجين كاع لهاد الاي جي هذا. مزيان، عطيت هنا واحد الاتش 3 وحطيت في وسط منها واحد السبان، ها انتما كما كتلاحظوا معايا واحد السبان، هاد السبان هي فاش غادي نحط عدد الحروف، وعندي هنا واحد الاتش 3 نفس الاولى وحطيت فيها واحد السبان، هي الاختلاف انني غادي نحط فيها بلاست او عدد الكلمات، اند ما ووردز وعندك شارت مال الكاركترز. نمشيو دابا للجافا سكريبت، ها انتم مشيو للجافا سكريبت ديال كونست مثلا تكست اريا يساوي دوكيمنت دوت كويري بكل سهوله، انتم شنو تعلمنا دابا من تعلمنا الحمد لله راه ما بقاش عندنا مشكل في التارجيتينغ. ها انتم تكست اريا غادي نجي نقول مثلا كونست شارز يساوي دوكيمنت، انتم شنو راه ساهل قلت لكم كويري سيليكت نشدو العناصر ديالنا، يعني اول حاجه كديرها قبل ما تبدا اي بروجي بغيتي هو انك تشد العناصر ديالك بسميتو بالكلاسه ديالهم او بالتاغ نيم او بالاي جي ديالهم، هذه هي اول ملاحظه. شنو هي ثاني ملاحظه؟ حنايا شنو بغينا اليوزر يجي؟ حنا بغينا اليوزر امتى تنفذ الفانكشن ديالنا انه من يبدا الكتبه في الانبوت. شنو تعلمنا حنايا؟ باش نكمل هنايا ووردز، ها انتم
شنو تعلمنا حنايا؟ شنو هما الايفنت اللي كنتعاملوا بهم مع الانبوت؟ عندنا الكي اب والكي بريس، وعندنا اللي قلنا انها كدمج بين الكي اب والكي بريس اللي هي اش، اللي هي الانبوت. يعني حنايا شكون اللي غادي نخدموا هنايا؟ الانبوت غادي نقول ليه تكست اريا، وبما ان التكست اريا عباره عن انبوت غادي نقول ليه اد ايفنت للسينر مثلا، وغادي نقول ليه انبوت. يعني اليوزر مين يكتب فيك غادي يفد ليا هاد الفانكشن، غادي نجي هنايا ارو فانكشن او كتب اسميتو او كتب اش قلنا انونيموس فانكشن، او جي جي كلي الفانكشن وحط السميه ديالها هنايا. يعني ان اليوزر مين باجي الانبوت غتنفذ ديك الفانكشن اللي حسيتي ليها السميه ديالها. مزيان، الان ما عندنا حتى شي مشكل. مزيان، شوف ملاحظه قيده عندك او عقل عليها. ملي تكون تتعامل مع الانبوت اول حاجه خصك ديرها هو تحمي الانبوت ديالك. كيفاش نحمي الانبوت ديالي؟ هو ان اليوزر ما بغيتوش يخليه خاوي. يعني ان نحمي الانبوت ديالك من جوج الحوايج، ان اليوزر ما يخليهش خاوي، وان اليوزر ما يمكنش يكتب فيه سبيسينغ هكايا. وحنا باش كنحيدو السبيسينغ عن طريق الميثود اللي سميتها التريم، والخدمه ديال التريم هي انها كتمسح المسافات من الانبوت ديالك او من سترينغ ديالك. يعني اول حاجه اجي نديرها هنايا، اول حاجه اجي نكتبوها هنايا، اول حاجه انتما حمايه حقل الادخال. مزيان، يعني هذه هي اول حاجه كتضرب ليها الحساب ملي تكون تخدم واحد التمرين معين في انبوت. يعني كيفاش انا غادي نحمي الانبوت ديالي؟ كيف حنا تعلمنا كيفاش اننا نشدو الفاليو من اي انبوت. ها انتما سميت الانبوت ديالي عباره عن تكست اريا، ها انتما غادي نقول ليه دوت فاليو. اش تعلمنا؟ وكاين درس تيشرحو بالتفصيل في الكورس جافا سكريبت دوم. الا كنتي ما فاهمش كيفاش انك توصل الفاليو ديال اي انبوت، رجع لواحد الدرس كاين في جافا سكريبت دوم تيهضر على هاد البلان هذا، وغادي نخلي لكم ان شاء الله في الديسكريبشن ان شاء الله. ها انتما غادي نقول ليه فاليو. شكون اللي كيحيد لنا حنا المسافات؟ هي التريم. يعني انا ما بغيتش اليوزر يدخل المسافات، غنقول ليه اذا كانت تساوي امشي يعني خاوي. ها انتما شنو غادير؟ غتشد ليا الشارج، ها انتما غتشد ليا الشارج، غتدخل ليا التكست كونتنت. هادشي ما بقاش عندنا فيه حتى شي مشكل. يعني غادي نبدل الكونتنت ديالي، غنقول ليه حط لها فيه زيرو. ها انتما غادي ندخل لفين؟ الوردز. ها انتما غادي نقول ليه مثلا تكست كونتنت يساوي زيرو، وغادي نقول ليه واحد الحاجه اللي هي الروتون. ها انتما الروتون هادي شرحناها بالتفصيل في سميتو، شرحناها بالتفصيل في الجافا سكريبت. يعني انك رجع روتون فولس. يعني شنو كيعني بروتون فولس؟ هو ان اليوزر الا خلى الانبوت ديالي خاوي شنو غادي تجي؟ غتمشي عند هادي، ها انتما غتمشي عند العنوان الاول غتحط ليه زيرو، غتمشي عند العنوان الثاني غتحط ليه زيرو. وحنايا تنعرفوا ان اي حاجه من بعد الروتون ما كتنفذش. يعني روتون فولس يعني حبس هنا، ما تنفذش ليا الاكواد اللي غادي نعطيك في التحت. يعني هادي هي اول حاجه. مزيان، هاد الان ما عندنا حتى شي مشكل. سمحوا لي هنا درت بعض الاسمده، درت هنايا اربعة يساوي هو خصني نجي 3. ها انتما ما عندي دابا حتى شي مشكل. دابا حنايا شنو بغينا؟ نشدو الكونتنت ديال هاد الكاركترز. ها انتما الشارز كاركترز دوت فاليو، اسميتو دوت تكست كونتنت يا ربي ماشي فاليو، دوت تكست كونتنت. شنو غادي نكتب فيه؟ غادي نكتب فيه ها انتما غادي نشد تكست اريا. ها انتما تكست اريا غادي نشد الفاليو ديالها. حنا باش كنعرفوا العدد حنا دابا عندنا واحد السينغ معين، باش كنعرفوا العدد ديال الكلمات اللي فيه. حنا تعلمنا عندنا واحد الخاصيه اللي اول حاجه تعلمناها في جافا سكريبت اللي سميتها لينكت. يعني جيب لي الطول ديال هذا السترينغ. هنا مين نقول لي جيب لي الطول ديال هذا الفاليو دوت لينكت. ايوا دابا اجي ونديرو سيف ونمشيو للانبوت ديالنا او التكست اريا ديالنا ونكتبو هنايا. شوفوا مي غادي اليوزر ما غادي يخلي لنا شي خاوي، ما تيجي والو، تيقول لي هنايا زيرو زيرو روتون فولس. شوفوا دابا اليوزر ما غاديش تحقق الشوط. دابا انا غادي نكتب الشوط اش طرا ليه؟ ما تحققش. يعني هذا الشوط ما تحقق، يعني انه داز لي ديريكت للسطر رقم 11، هو يقول لي بلي هاد الكلمه اللي كتبتي فيها ستاد الحروف كما كتلاحظوا معايا هنايا. اجيو حنايا ما تيقلا، اجيو نحسبوهم. ها واحد، ها جوج، ها ثلاثه، ها اربعه، ها خمسه، ها سته، ها سبعة. يعني جاك شي جابو لك اكزاكت. مزيان، هادي هي اول حاجه. دابا اجيو نجيرو الكلمات. اجيو دابا حنايا باش كنفصلو بين كلمه وكلمه عن طريق اش؟ عن طريق هاد الفاصله هادي اللي بيناتهم.
مزيان. وحنايا شنو تعلمنا؟ انه عندنا ميثود كتشد لينا السترينغ ديالنا، وانها كتحولو الاش كتحولو للاراي. هاد الميثود هادي سميتها سبليت. يعني شنو غادي نديرو؟ غادي نقول يشد لي هاد الفاليو هذا، وانه غادي يحولو الاراي انطلاقا بين الفصيله والفصيله. يعني انه غادي يمشي بحال هكا، غادي يشد لك الكلمه الاولى غادي يحطها في الاراي. انتم بحال هكا، هادي هي الكلمه الاولى غادي يحطها، غادي يشد لي الفصيله غادي يجي الفصيله هنايا. يعني انني غادي نحط الكلمه الثانيه، يعني انه غادي يشد لي واحد الكلمه انطلاقا من اش غادي تدير الاراي ديالك، انطلاقا من الفصيله اللي بيناتهم. يعني شنو كتعني عبد الصمد؟ اجيو هنايا، نجيو هنايا مثلا، اجي دابا بغينا نتعاملوا مع الوورد. مزيان، نمشيو لهنايا نقول ليه مثلا واحد كونست. هانتوما كونست وورد مثلا، هانتوما يعني بكل سهوله غادي نقول ليه شد ليا تكست اريا ديالي. مالا ها هي تكست اريا، غادي يشد ليا الفاليو اللي فيها، ها هو الفاليو. غادي نقول ليه حولوا الاري انطلاقا من اش. شوفوا مي غادي ندير جوج الاقواس هنايا، غادي يقول ليه مره ليا سبليتر او سوبرايتر، يعني الفاصل بيناتهم غادي نقول ليه هي الفاصله. ها انتم دابا جات سترينغ خاوي، غادي نقول ليه فيما لقيتي بين فاصله وفاصله احسبها كانها كلمه وجمعوا ليها في اري. غادي نقول ليه كونسول دوت لوغ لهاد وورد ساجي، وغادي نلاحظوا واش انه غادي يجي داكشي اللي قلت ليه ولا لا. احنا دابا هذا هو الانبوت ديالنا، اجي نفرغوا الانبوت ديالنا. شوفوا غادي نكتب دابا ديال الكلمه الاولى، ها هو جمع عليا في الاري. امتى غادي ينشا الاخر في الاري؟ امتى غادي ينشا عنصر اخر في الاري؟ هو مي غادي تدير فاصله غتكتب، غتلاحظ انه نشا لك جوج العناصر في الاري ديالك انطلاقا من الفاصله اللي بيناتهم. اجي نكتبوا هنايا احمد علي، وغتلاحظوا ان هذا احمد علي شدهم هو يجي لهم في واحد الاري وانه مفرقين. ها انتم شوفوا معايا هنايا، احمد بوحده عنصر بوحده في الاري، وعلي بوحده انطلاقا من اش؟ انطلاقا من الفاصله اللي كاينه بيناتهم. حنايا باش كنجيبوا الطول ديال واحد الاري، ها انتم شوفوا غادي يمشي هنايا، غادي نقول ليه اللينك. يعني هاد الاري اللي نشاتي جديده جيب ليا الطول ديالها. اجي نمسحوا هاد الجدان هنايا ونكتب هنايا احمد علي محمد، احمد علي عماد. شحال هو الطول ديال هاد الاري هادي؟ هو عباره عن ثلاثه، يعني الانبوت ديالك فيه ثلاثه ديال الكلمات. احنا دابا وصلنا ليها، يعني دابا شنو بقى لينا؟ اننا نشدو الوورد ديالنا هانتوما ونقول مثلا تكست كونتنت، هانتوما تكست كونتنت مثلا، ونقول ليه يساوي او نقول ليه هنايا وورد. اجي نحيدو هاد الاس هادي بما اننا عرفنا، ولا اجي هنايا ماي، نقول ليه هنايا ماي وورد، ما غادي يتشابهوا في السميه. جيو هنايا نقول ليه مثلا words يساوي my words، يعني انه حولناه من الاري وجبنا الطول ديال الاري. وغادي نجيو السيف بحال هكا، غتلاحظ معايا انه دابا غادي يقول لك صفر. تخيل معايا دابا اليوزر كتب مثلا شي حاجه بحال هكا، قال لك عنده خمسه د الكلمات، عنده خمسه د الحروف يا ربي، وكلمه واحده. ها انتم جوج كلمات، ثلاثه د الكلمات و23 حرف، اربعه د الكلمات، خمسة د الكلمات، ها انتم خمسة د الكلمات و 38 حرف. شوفوا مي غادي يمسح بحال هكا، غادي تنفذ الفا سميتو الاف كونديشن ديالنا اللي هو عبارة عن انبوت خاوي، وانه غادي يقول لك هادو 0 0 ريتيرن فولس، يعني ما تنفذ حتى حاجة في هاد التحت. وكان هذا هو التمرين ديالنا، وكنتمنى انكم حققتوا اكبر استفادة من هاد التمرين هذا، ونتلاقاو في تمرين واحد اخر ان شاء الله.